هي الغزالة ديالي، هي الحباب ديالي والمتتبعين الزوينة ديالي، انا ما نسيتكمش دائما حاضرة، والطلب ديالكم غالي فما نسيتكمش بالفقيقسات او لا القريشلات او الصابلي المالح العاشورة. فما تنسونيش انتم الحباب ديالي من اللايك والبارتاج باش العائلة تكبر. وها هما هي الغزالة ديالي، كنتمنى فرجة لكم ممتعة، وخليكم لاخر فيديو غادي يعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم الغزالات والحباب ديالي، كنقول لكم فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحة والسلامة وطول العمر، وعواشركم مبروكة بالصحة والسلامة باش كتمناو يا ربي امين، لا فاقدين ولا مفقودين. كما كتشوفوا الحباب، كما كتعرفوا عيشورة، نزلت معكم ديجا العام اللي فات مملحات ديالي اللي ديجا ما كنبدلهمش، هما المالحين اللي كندير نفس العجينة وكنقسم وكنخرج منها بزاف الاشكال. ودابا اليوم غادي ندير لكم طلب المتتبعه ساره سريطه، انها بغات مملحات وغنهبط ليها حسب فقيقسات العاديين اللي كيجيو اقتصاديين بلا بيض بلا والو، ولكن كيجيو هشاش وكيجيو حتى هما بنان. وبداو حبيباتي، بغيت نشكر جميع المتتبعين دائما اللي كيعطيوني موتيفاسيون وكيعطيوني تا، فما تنساونيش الله يخليكم البنات من لي لايك والاشتراك باش العائله تكبر، وهكا كتحمسوني انا يعني حتى كنكون عيانه في الصيف. كما كتعرفوا انا باقا ما سافرت، ولكن كننزل معكم كنقول علاش لا، ما نبخلش على حبابي، ما حد يبقى في داري ما سافرش، يعني كما كنبارطاجيو لي فلوغ وكل شيء كنتفرج معكم حتى الشهوات ديالي. وما تنساونيش حبابي من لايك، كتدخلوا الفيديو كتفرجوا كتساوي لايك كتساوي لي بارطاج، هكا كما قلت لكم العائله تكبر، علاش ما كنستاهلش انني تكبر عائلتي معكم. وقولوا حبيباتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات لبست بيجاما لان الصهد، واصلا ما قدرتش نبقى لابسه لانها كتعرق لي البنات، وهذه شويه غنبدا نخدم فيها وغنخدم في الفران. ندوزو المقادير بحول الله. وهنا الغزالات ديالي كما كتشوفوا معايا، عندي نص كيلو ديال الدقيق، عندي فانيا الا بغيتو تنسموهم باي، انا غنسم فانيا وخماره وحده، عندي هنا تقريبا واحد كاس كما كتشوفوا دافي ديال الحليب هو اللي غنجمع به، وعندي زلافه ديال السكر كلاصي، علاش ديال السكر كلاصي؟ ما كيعطيش ديك الحلاوه اللي فاقده. عندي هنايا كما كتشوفوا معلقه كبيره ديال النافع، وعندي معلقه كبيره تقريبا، هادو راه غلي غامكه كيزيد تقريبا جوج معالق كبار، عفوا جوج معالق كبار ماشي صغار، ديال الزنجلان كما كتشوفوا اللي انا صهدته شويه فوق البوطه. وعندي هنايا تقريبا هنايا الزبده، وهنا درت شويه الزيت، يعني كديروا يا اما نص نص ولا ديروا هنا الكاس ما عامرش ديال الزبده والزيت. صافي هنا اول حاجه كما كتشوفوا الحباب ديالي، غادي ناخذ الخمارات وحدي واحد قرصه ملح غنديرها البنات، غندير السوائل هما الاولين البنات، وغندير الزنجلان ديالي نافع، ولا بغيتو حتى تزيدو النافع المطحون ديرو، انا ما بغيتش نديرو اكتفيت بهذا القدر. وغندير الزلافه اللي قلت ديال السكر كلاصي صافي، وغنبدا ندخل دابا الحليب، وعاش غنبدا ندير هذيك نص كيلو ديال الدقيق. ندير الخمارة ديالي، دغيا كيوجدو معانا، وكما قلت لكم جيت اقتصاديين كما نزلت معكم ديال العام اللي فات. وهاد المرة غادي نخلي لكم البنات المقادير، أو عندي لكم الرابط ديال المملحات، لأن ديجا كنت يلاه صايبتهم والصراحة باقين عندي، فهتياش منزلتهمش ملي جات عندي ختي بوشرى، أنا كنت صايبتهم ليها، وراه نفس ديولي اللي كنصايب، يعني باقين عندي بواطا، أنا غنوريهم لكم في فيديو. هادشي علاش البنات، لأن ما صايبتهمش شهيناهم، يعني هادشي علاش ما غاديش نعاود نزلهم ليكم نصيبهم، ولكن راه اللي بغاتهم راه عندي في القناه، راه كيجيو ساهلين وصدقوني، راه اللي بوشرى غادي قالتها ليكم في الفيديو، اللي داقم عندي كيعجبوه. وهادوك الخليط كنخرج منه انا الاشكال بزاف، كندير ديال الحارين، كندير منهم ديال الزيتون، كندير منهم ديال اللي كما شفتوا ديال اللي كنزوقهم بالهذا بالفرماج، يعني كتلعبوا بالعجينه وحده وكتلعبوا بالديكورات اللي بغيتو والمذاقات اللي بغيتو.
علاش كنقول لكم البنات الدقيق بحال دابا انا عابره هنا نص كيلو وهانتي راه باقي عندي يعني باقي عندي وباقي عندي هادشي اش كنقول لكم فالدقيق حتى هو اللي كيكون على حساب الماتش داك الجوده ديالو. وهنا كما كتشوفوا الغزاله ديالي غنبدا نجمل في العجينه ديالي فانتوما ما ديروش بحالي انا تخويو الحليب كامل وديروا الدقيق فهي نورمالمون 6 كيلو ديال الدقيق هي اللي غادي تقدكم غير يعني انا هنا كندرت الكاس شويه كبير ديال الحليب فالعكس انا دائما كندير الدقيق وعاد كنبدا ندير الحليب وكنجمعها بالحليب فانا كدرت كاس كبير لان كتبغى شويه زايده فهنا كما كتشوفوا ديروا يعني 6 كيلو راه غادي تقدكم الحليب اللي غتبقاو ديروه بشويه بشويه صافي. هنا بعد ما جمعتها صافي زدت تقريبا شي 4 المعالق ديال الدقيق وهنا درتها في بلاستيكه وخليتها ترتاح ودما كما كتشوفوا غنبدا نديرها بعد ما كترحل 5 دقائق كديرها في البابي باش تعطيكم الطوح كما كتشوفوا انا هنا البلون تخاف ينقي ومسحته صافي وكنبدا ندير نحربلها كما كتشوفوا الفران شعلته من الفوق لتحت صافي عير تبياض البنات وكتخرجوا بحال الفقاس قل من الفقاس غير كيشد فراسو باش ما يتكسرش ليكم صافي وكتخرجوه مباشره كديرهم بودانات يطيبوا من التحت كيتحمروا ولكن من الفوق سبحان الله ما تتحمروش صافي كنبقى غادا على هاد المنوال بحال هكا كتحربلو وتحطو حتى كتكملو الكره بكره صافي قلت لكم راه دغيا كتكمل واخا يبان لكم ثلاثه كرات راه دغيا تبارك الله كتكمل صافي وغنوريكم كيفاش كندير ليه في الفران لداخل. وهنا الغزالات ديالي كما قلت لكم ها هو الفران بعد ما كنشعلو من الفوق لتحت صافي هنا كنبقى نكونتروليها باش بغيت نوريها لكم شو راه كيتنفخوا لان فيهم خماره وحده ولكن ما تخافوش كيجيو زوينين وانتم كتلعبوا بالبيكسل ديالكم واش بغيتوهم رقاق غلاض كما كتشوفوا هنا كنقول لكم راني يعني كندير لاطه وحده ما درتش جوج لاطات وكنبقى نطيب بشويه وكنخرج وكنبرد في اللاطه الاخرى وكنبدا نقطع يعني خدامه هوك وهكا البنات صافي. هنا بعد ما كيبرد ليا صافي هنا مباشره كناخذ موس يكون شويه حاد بحال اللي كنقطع به الفقاس وانا هذوما اللي كنقطع بهم صافي كديروا بحالي هنا بحال كمائل اولا كديروه بحال العادي مقطع مربع لكم الاختيار انا كيعجبني بحال هكايا الفقيق حتى يكونوا بحال هكا كيجيو ولدات صدقوني رغم انني ما قويتش فيهم الجنجلان وحبه حلاوه ولا النافع وجاو رائعين واللي بغى دير حتى النافع مطحون راه كيما قلت في اول فيديو كيجي انا ياسك اكتفيت به حبوب صافي غنبقى غادا على هذا المنوال كما كتشوفوا كنقطع وغتشوفوني كيفاش كنحطو في اللاطه باش كيجيو كمسطع يعني كيتحمر ثاني من التحت ومن الفوق كتجي الهبه وحده فيهم ما كيجيش شي حاجه محمره ولا شي حاجه لا غادي نكمل كما قلت لكم الكميه كل اللي عندي وغنتلاقاو ان شاء الله. وهنا كيف قلت لكم كتبقاو لاطه كتدخلوها واللي كتخرج كتبردوها في لاطه اخرى بما كيبردوا لكم الحريبلات ديالكم او ميم طون كتقطعوا كما قلت لكم غادي هكا هكا ما كتجيو تطيب لك الاخرى حتى كتكوني قطعتي بردتي وانت غاده بحال هكا وخب وحدك غتقولي لا كنقول لك حيدي نفضي العجز ونوضي صايبي الوليدات نوضي لا لا صايبي الوليدات الفقيقسات اولا الكيكات اولا القريشلات كيجيو رائعين. وهكا كما قلت لكم الحباب ديالي صافي هنا مباشره كنبدا نحط هكا الوجه ديالهم كما قلت لكم لتحت الفوق وبحال هكا كنكون دغيا ساليت الكميه ديالي يعني انا واخا ايدي بوحدي هكا هكا والحمد لله ربي دائما معايا كنصايب كل شيء شغلي راسي هكا كما كتشوفوا قلت لكم غندخلهم الفران من تحت من الفوق صافي. هنا كي كتشوفوا قلت لكم شعل الفران من التحت والفوق يعني كيجيو محمرين من التحت ومن الفوق وهنا كتبقى لي كميه كما قلت لكم عطاتني ثلاثه دفعات ولكن عطاتني تبارك الله واحد الكميه لا باس بها. الغزالات ديالي صافي جمعت الكميه كلها تبارك الله نص كيلو شحال عطاني شو كيفاش جا عرفتي لذيذ لذيذ ومقرمش راه صدقوني بكميه بسيطه انا قدمته هنا في هذه غنخليتها الصباح نقدمه معاكم طيبته عرفة اللاطه وصباح نتلاقاو باش نوريه لكم ان شاء الله. وصباح الخير الشميعات ديالي كما كتشوفوا معايا ها هما الفقيقسات ديالي اللي صيبت معاكم جاو رائعين وهكا قديتهم في الطبله ديالي مع المالحين وكذلك مع الاخرين اللي كديجاو مع شويه اللوز والقرقاع وراكم عارفين كل واحد خير وفطارو قلت لكم كيجيو رائعين صدقوني وكيجيو مقرمشين وهكا كتعطيك واحد الكميه لا باس بها فكما قلت لكم حيدوا العجز وحضروهم لوليداتكم راه كيجيو بنان. وكيف العاده احبابي غنقول لكم فيديو سهل هنا وما سخيتش بكم ما تنسونيش الحباب ديالي من اللايك والاشتراك والبارتاج باش العائله تكبر وهكا كتزيدوا تحمسوني وكنقول لكم عواشركم مبروكه وحبكم في الله ونتلاقاو ان شاء الله.